خلونا ناخد عندنا طبعا موضوع يمكن كنا بدايات وذكرناه الاسبوع الماضي، فيك طبعا اجتماعات لمجلس حقوق الانسان في جنيف بقالها ايام موجوده، واتكلمنا على الجانب المصري حتى وعلى عدد من منظمات الحقوق الحقوقيه المصريه وازاي شاركت هناك. الحقيقه انه على هامش المجتمع المؤتمر ده كمان حدثت امور يعني ايضا غايه في الغرابه. في عدد من أبناء قبيلة الغفران، وإحنا يمكن عارفين أن قبيلة الغفران هي قبيلة قطرية لديها مشاكل كثيرة وجمة مع نظام الحمدين ومع تميم مع نظام القطري، سحبوا منهم جنسياتهم يعني في أمور أخرى وخلافات أخرى كثيرة جدا. فأبناء القبيلة دي عقدوا مؤتمر صحفي في نادي الصحافة السويسري في جنيف عشان بيتكلموا على إيه هي نتائج تحركاتهم في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان. مجلس حقوق إنسان العالم كله بيحضر، كل الجهات مسموح لها تحضر، كل جهة بتحضر بتتكلم على أي حاجة. فقبيلة الغفران بيتكلموا عن الانتهاكات الممنهجة اللي مارستها ضدهم السلطات القطرية من سنة 1996 لغاية دلوقتي، وإزاي هي مستقصدة يعني خليني أكون أكثر دقة يعني هذه القبيلة، والانتهاكات اللي النظام القطري قام بها ضدهم من أول ما طردوهم وأعمالهم ضدهم وطرد أطفالهم من المدارس، حرموا أطفالهم من التعليم مرورا بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو حتى رعاية صحية، وانتهاء ربما بإسقاط الجنسية عن كل أبناء هذه القبيلة. طيب عدد قبيلة الغفران دي قد إيه؟ 6000 نسمة، وبنتكلم على طرد قسري خارج البلاد، وبنتكلم على مشاكل كثيرة جدا. الحقيقة أنه من بين الحاضرين في المؤتمر كان جابر صالح العفراني، هو من أحد قادات القبيلة المسقط عنها الجنسية، أكد في شهادته أنه ما فيش حد سلم من الظلم اللي أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته، وأنها تضمنت الانتهاكات ضدهم كانت يعني كل سبل العناية الصحية، وما فيش تعليم زي ما قلنا، ما فيش عيشة كريمة من أول 1996. في نفس الوقت برضو وهم هناك في المؤتمر وشغالين وبيتكلموا بيعرضوا الحاجات اللي مرت بيهم هذه القبيلة، يعني قد إيه النظام الحمدين قد إيه يعني ظلم هذه القبيلة، في نفس الوقت ده في عناصر إخوانية وقطرية كانت بتعمل يعني محاولة فاشلة إنها تفسد وقفة احتجاجية ضد الإرهاب كانوا بينظموها أبناء هذه القبيلة مع عدد الحقيقة من الجاليات الأخرى أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف امبارح الأربع على هامش الاجتماعات دي، اجتماعات حقوق الإنسان الدولي، وحاولوا يعتدوا على نشطاء وحقوقيين مصريين وقطريين كانوا موجودين من أبناء قبيلة الغفران القطرية. فالحقيقة أنه المشهد ده يعني فكرة أنه أنت واقف قصاد مبنى بيتكلم عن حقوق الإنسان في العالم، أهم مبنى في العالم بيرعى حق الإنسان في عيشة كريمة وأن يحيا حياة محترمة وآدمية في وطنه، أن يتلقى تعليم، أن يتلقى الصحة، الرعاية الصحية، واقف أمام هذا المبنى بتطالب بده، فيجي حد يعتدي عليك ويعتدي على حريتك. تعالوا نشوف مع بعض جزء من هذا الفيديو، جزء من الندوة، ونرجع نستكمل هذا الحوار. السلام عليكم ورحمة الله، معكم صالح عامر العرق. تعرض الغفران للظلم من قبل الحكومة القطرية، حيث تم تجريدهم من الجنسية القطرية في انتهاك صارخ لحقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية بدون مراعاة لظروفهم الإنسانية. تم عزلهم من وظائفهم وحرمانهم من العلاج وغيرها من الخدمات الاجتماعية بسبب أنهم من قبيلة الغفران من قبيلة المرة، وبتهم واهية ليس لها أساس من الصحة. في عام 1996 حيث بدأت معاناتنا كقبيلة الغفران، قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران على خلفية محاولة لأتباع الشيخ خليفة بن حمد بمساعدته لاستعادة الحكم إرجاع الشرعية، والتي حكم بعدها على 21 ضابط من قبيلة الغفران من إجمالي 118 مواطنا
قطريين من مختلف شرائح المجتمع القطري. في عام 2000 ميلادي بدأت السلطات القطرية بإسقاط الجنسية عن بعض القبيلة بالرغم من ثبوت براءتهم لدى السلطات القطرية من قبل المحاكم، ومن ثم هجرتهم السلطات إلى الدول المجاورة وتم منعهم من العودة إلى الوطن. وهذا جوازي عندما تم تهجيري، كان عمري آنذاك 12 عام أنا وجميع عائلتي، وهذه شهادة الميلاد موقعة من قبل وزارة الصحة. في آخر عام 2004 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن نحو 6000 فرد من قبيلة الغفران التي ينتمي لها الضباط 21 وبطريقة عنصرية واضحة. الحقيقة انه يعني الموضوع غريب جدا، لانه كمان في كلام كتير زي مثلا ما ذكر الاستاذ ايمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الانسان في جنيف، قال مثلا انه جماعة الاخوان الارهابية بتستخدم بعض الخارجين عن القانون من جنسيات عربية مختلفة للتظاهر باسم الجماعة والقيام باعمال بلطجة وشغب ضد المتظاهرين المسالمين، وأشار إلى أنه ده ظهر بشكل واضح من خلال القبض على أحد هؤلاء بعد أن تبين أنه لا يحمل أوراق ثبوتية حتى، وأنه بيقيم بشكل غير قانوني في سويسرا. يعني إحنا بنأجر ناس حتى مش إقامتهم جوه سويسرا مش قانونية وما همش ورق إقامة، عشان بس يجوا يعتدوا على الناس اللي واقفة بتتظاهر أو بتطالب بحقوقها. خلونا ناخد هاتفيا الأستاذ أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان في جنيف. أهلا بك يا أستاذ أيمن. ما أهلا وسهلا بيك. يعني معلوماتنا المتواضعة أنه القضية دلوقتي أصبحت في يد السلطات السويسرية في جنيف، وأنه تم تحقيق فتح تحقيق رسمي بخصوص ما تم من اعتداء على خلينا نقول المتظاهرين أو المطالبين بحقوقهم من النظام القطري، يعني اللي بيطالبوا بحقهم ياخدوا حقهم من النظام القطري وما يفعله ضدهم. إيه آخر التطورات في هذه مع هذه التفاصيل يا أستاذ أيمن؟ نحيل ان انا اوضح الصوره بشكل عام. احنا فعلا المجلس الدولي لحقوق الانسان في حاله انعقاد في دورته 39، ودي اخر دوره في السنه 2018 دوره عاديه. هي الفكره الوقفه التضامنيه اكثر منها احتجاجيه. احنا بنخاطب المجتمع الدولي مجلس حقوق الانسان يعني كمنظمه دوليه عندها وضعيه الشريعه ده من داخل الامم المتحده. ودي الحقيقه من خلال بعض الاليات التي بتتيح لنا هذه الوضعيه الشريعه، مرتبط كون الاعضاء لتسليط الضوء على وضع اوضاع حقوق الانسان في دول المنطقه. ولكن كمان في هناك اليات اخرى لمخاطبه المجتمع الدولي من خارج اسوار الامم المتحده، وهي ساحه مشهوره 3 ديمنسيون او ما يعرف اعلاميا بساحه الكرسي المكسور، وهو كرسي مكسور من احد ارجله دلاله على تكريم ضحايا الانتحار. ودي الحقيقه بتبقى اليه من الحكومه السويسريه وحكومه جنيف من خلال اجراءات معينه. ما حدث ان احنا حصلنا على تصريح لوقفه تضامنيه مع ضحايا الارهاب، هذه هو الاساس. وقفه تضامنيه ضحايا الارهاب في دول المنطقه، نتكلم عن سوريا، عن العراق، يمن، ليبيا. وطبعا من خلال عرض بعض الصور للضحايا، لان زي ما حضرتك عارفه انه عرض الصوره بيكون اقوى كتير من الكلام في كثير من المواقف. بنطالب المجتمع الدولي ببذل مجهود اكبر لمكافحه الارهاب، وايضا محاسبه الدول الداعمه للارهاب اللي بتتكلم على راسها اماره قطر وتركيا. وبنطالب كمان المجتمع الدولي ان يتضامن مع اسر شهداء الضحايا. في هذا التوقيت انضم الينا الممثلين عن قبيله الغفران، والعدد زي ما ذكرتي حوالي 6000 القبيله. يعني جزء من ابناء هذه القبيله هم نفسهم، يعني هم نفسهم كانوا حاضرين بيعرضوا ملفهم من خلال بعض المنظمات الحقوقيه، بيعرضوا ملفهم على المجلس الدولي لحقوق الانسان، لان هم بيطالبوا حقوقهم الاقتصاديه والسياسيه طبقا للعهود الدوليه. اللي حصل انه قطر قامت بالتنكيل لهم، سحب جنسياتهم، حرمانهم من حقوقهم المدنيه والسياسيه. واثناء ما احنا واقفين فجاه
هجم علينا بعض الاشخاص يحملوا لافتات مسيئه لدول مصر السعوديه الامارات، وبيكيلوا السبب ايضا لعدد كبير من قيادات هذه الدول. اقتربوا جدا من الوقفه المخصصه لنا من قبل الحكومه، ده مكان متحدد بالمتر، ده مكان ما حدش يعرف. بداوا السبب، انا طبعا باعتبار المنظم حذرتهم وقلت لهم لازم تبعدوا اكثر من حوالي 100 او 150 متر عن مكان الوقفه. هديت الامور، بعديها ب 10 دقائق عادوا مره اخرى وكانهم حصلوا على تعليمات ان يتحول العنف اللفظي الى عنف جسدي. وهنا كان لازم يحدث تدخل من الشرطه. ليه؟ لانه هنا هيبقى في خطوره على سلامه المشاركين وقبيله الغفران، كان في كمان حقوقيين يمنيين ومصريين. طبعا الشرطه لحساسيه المكان بتستجيب بشكل سريع جدا، اربع سيارات شرطه دبلوماسيه مش الشرطه العاديه كمان المسؤوله عن تامين التظاهرات. واتفتح تحقيق فوري، انا عرفت نفسي، واثناء التحقيق قرب مني احد قبيله الغفران، حد من المشاركين، قال لي الشخص اللي شتمنا دلوقتي ده هاجمني في المترو، لان انا كنت ماسك زي ساين كده بقول انه يعني بهاجم خطر وشتم، والكاميرا موجوده. قلت للشرطه كلمنا، راحوا على الفور اتكلموا معاه. اول شيء في الامور اللي زي دي، انت فين اقامتك او ورقك عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه؟ طبعا المفاجاه ان هو جاي من الحدود الفرنسيه حوالي 7 دقائق، جاي من على الحدود معهوش اي ورق، وبالتالي اصبحت القضيه كده كمان قضيه امن، لان شخص غير معهوش هويه معهوش اقامه في الدوله اصبح الموضوع مختلف تماما. حط في ايده الكلبشات، الخمس دقائق تم ترحيله لقسم المطار وهو اقرب. معلش جنسيته ايه يا استاذ ايمن؟ جنسيته الجزائري. جزائري. جزائري. موجود في سويسرا بشكل غير قانوني، معهوش ورق، وجاء من ضمن الناس اللي جم يعتدوا عليكم في هذه الوقفه. بالظبط. في استنتاجات مهمه جدا يا استاذ ايمن. اول حاجه ان القطريين يستخدموا اشخاص بلطجيه من اخوان تونس والجزائر. ليه؟ معهمش اوراق طبيه، ما يقدرش يستخدم حد من داخل البلد من اخوان المسلمين داخل جنيف دي، عشان لما عندما يتم استخدام العنف ما تقدرش تجيب حد منهم في كاميرات. هو بيحصل ان هو يجي يبوظ ندوه يبوظ وقته ويطلع يجري خارج الحدود، يكون في خلال ربع ساعه خارج سويسرا. طيب ده نفس المكان الحقيقه لو تسمحي لي، ان احنا بنطلق منه رسائل سلام. اتعود اماره قطر والاخوان المسلمين ان هم يبقى في محاولة لتشويه صورة مصر، السعودية، الإمارات، وتصور عليها دولة لا تحترم حقوق الإنسان من خلال استخدام مرتضى. أنا بأكد إن دورنا كمنظمات مجتمع مدني لم ولن ينتهي. بندعم قضية قبيلة الغفران، بنطالب باسترجاع حقوقهم، بندعمهم في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية، ومستمرين في تسليط ضوء على ضحايا الإرهاب. نعم، سؤال أخير يا أستاذ أيمن، في اعتقادك يعني خلينا بقى شويه نحاول نستفيد من الموقف، ما هم طول الوقت الحقيقه بيستفيدوا من اي حاجه يلاقوها، بالعكس هم بيستفيدوا من امور ربما بتبنى على باطل، احنا قضيتنا قضيه حق. هل يمكن الاستفاده من ما حدث بالفعل وفكره التعدي عليكم ويعني محاولات اثبات انه دول ناس مش موجودين في البلد بشكل قانوني، ربما النظام القطري وجماعه الاخوان هم اللي دفعوهم لهذه الممارسات، هل يمكن الاستفاده من نتائج هذه التحقيقات عندما تصدر من جانب السلطات السويسريه في قضيتنا كلنا حتى يعني كامه عربيه ضد نظام الحمدين؟ أنا الحقيقة سؤال مهم جدا، أنا بشكر حضرتك على السؤال. بالفعل الكلام ده حصل من قبل بعد 2014. الحقيقة حكومة سويسرية كانت بتؤمن بشكل أو بآخر بالموقف إخوان المسلمين، فكانت بتديهم حرية، ولكن بعد عدة أنشطة في نادي الصحافة السويسري وبعض الوقفات ظهر قد إيه إن هم بيستخدموا العنف بشكل مفرط وبيهددوا أمن وسلامة الدولة وتحديدا جنيف عشان مجلس حقوق الإنسان، فتم تضييق الخناق عليهم بشكل كبير جدا. أنا نفسي في 2014 تم مهاجمتي في نادي الصحافه السويسري وتقدمت بشكوى لحكومه جنيف وبلديه جنيف. بالعكس دلوقتي هم بقوا اكثر حرصا في اي شيء اي تصريح يحصل عليه. بس هم المره دي فقدوا اعصابهم يا استاذ ايمن. دي حقيقه، والحقيقه انه عايز اقول لحضرتك حاجه، ان فتح التحقيق وكان في استجابه سريعه جدا من الحكومه ومن الشرطه. احنا دورنا كمان، انا بيهمني ان انا هتابع بشكل شخصي وكمنظمه هنتابع الموقف ايه اللي هيحصل، يهمنا ان احنا نبني فعلا على حق. زي ما حضرتك قلتي، يهمنا ان نحد بشكل جديد جدا من بالظبط يعني نستفيد بقى من اللي حصل ده. هم جم اعتدوا علينا، فنستفيد بقى من اللي حصل ده.
انا بعتقد، انا من وجهه نظري بعتقد ان ده بمنتهى الغباء. هم ادونا فرصه كبيره جدا ان احنا نمسك حاجه زياده عليهم، وان احنا لان دي دوله قانون، وسهل جدا ان انت بالقانون انت تقدر تاخد حقك وبنضايق القانون بشكل كده. بشكرك جزيل الشكر، واحنا ان شاء الله يعني هنتابع مع حضرتك يا استاذ ايمن تفاصيل ونتائج هذه التحقيقات. الاستاذ ايمن نصري رئيس المنظمه المسكونيه لحقوق الانسان بجنيف.